أشهد أن لا إله إلا تعتبر الهند موطناً لكل الديانات الرئيسية في العالم، تقاليدها وفلسفتها الروحانية تتناسب، والعصر المادي الحديث المليء بالإجهاد والتوتر. تطورت هذه التقاليد كلها عبر آلاف السنين، ووضعت كل أساليب الاعتقاد من عبادة الطبيعة إلى التعددية الإلهية إلى التوحيد وحتى الإلحاد، من العبادة الطقوسية إلى التقليدية الأخلاقية والفلسفية العميقة، ويعول ذلك لتوسع العالم الفريد والمميز. يعتبر الكون بأسره كائن واحد مقدس، ومن هنا ترى أن هناك آتمة واحدة، إبداع الخالق أمر شخصي، ومن ثم يأخذ ذلك أشكالا عديدة ومختلفة. مقدس وبلا شكل هو، إنه بدون وبداخل، وغير مولود، بدون حدود وبدون عقل، نقي وأعلى من أعلى الثوابت. النار هي رأسه، وعيناه هما الشمس، والقمر اتساع الفضاء هي أذنيه، كلامه هو الفيدا المحاط، الهواء حياته، وقلبه هو العالم. ولدت الأرض من قدميه، وفي الواقع هو ذات كل كائن، هو بنفسه كل ذلك، العمل والحزم والبرمها فيما وراء الموت. هو الذي يعلم بما في سرائر القلب، وهو هنا على الأرض. آه يا حبيبي، يقطع أربا عقد الجهل. نسافر في كل مكان على الأقدام، لقد أنكرنا عالم الشهوة والخطيئة، وكرهبان أعلنا حالة اللا عنف تجاه كل الكائنات الحية. يبلغ طول هذا التمثال 17 مترا أو ما يقارب 60 قدما، وهو للإله باهوبهالي غوميتيشوار في شرافانا بيلغولا في كرناتكا جنوبي الهند، ويعتبر أطول تمثال في العالم، تمثال صلب منحوت من صخرة واحدة. شرافانا بيلغودا هي مركز الحج الأكثر أهمية لطائفة الجن الدينية، وفي الحقيقة نسميها دين الجن، ولكن هي فلسفة الجن، لا تعترف بوجود الإله كليا، وتؤمن بالبارن أو قوة الحياة كنقيض لشيء يمت لمصدر القوة في الكون.
يعتقد الجن أن علينا مواجهة عواقب ليس فقط أفعالنا وإنما تفكيرنا وشهواتنا أيضا، ويتجمع كل هذا ليشكل كارما واحدة. ولكي يتحرر الفرد من الدورة الأزلية للولادة والموت، عليه أن يخفف كارمته أو أفعاله من خلال التفكير والفعل الصحيحين وتطبيق اللا عنف. مبدأ اللا عنف أو أهيمسا أصبحت مثالية في التقاليد الروحية والفلسفية الهندية وبطريقة فريدة جدا، بحيث أصبح هذا المصطلح بارزا للخارج في القرن الخامس، ومن ثم أعيدت صياغته بواسطة غاندي في القرن العشرين، وقد صاغه بالضبط مستخدما الأفكار الهندية التقليدية كما تعلم حولها. أهيمسا كانت متأثرة بشكل بديهي بأفكار طوائف الجن والبوذيين والهندوس حولها. مكرها ملكت أنا كل شيء وأتنازل عنها جميعا، ومحررا أخيرا بدمار كل الشهوة، عالما إنها ذاتي، على من علي أن أعتمد؟ ما من أحد ينافسني في عالمي وآلهتي. هل أستحق حقيقة شرف أن أكون معلما متفوقا؟ ولوحدي، هل أنا بوذا العظيم، رابط الجأش الهادئ؟ تطور كل حضارة قديمة كلا من القوة والضعف، وتطور حجما معينا من الفخر بين السكان. يميل البرجوازيون للانحطاط، هناك حاجة للمنافسة والتساؤل، تصبح الحياة غير أخلاقية في تلك الحقبة من الزمن. وأيضا انشغل الملك الهندوسي في تلك الحقبة بحروب عديدة. المهابهارتا يودو كان مثالا كلاسيكيا، وبالتالي جاء بوذا في الجزء الغربي من الهند كردة فعل قوية ضد هذا التقليد من الهندوسية. ولد جوتام بوذا كأمير لراجغريها والواقع على سفوح الهيمالايا
سخر حياته الأميرية لإيجاد حل لمشاكل الأوبئة والشيخوخة والموت. كان هم بوذا هو تخفيف معاناة البشر، وكانت تعاليمه أخلاقية أكثر منها دينية. لقد أبعد الضغط عن الأفعال الحميدة وطبق مبدأ اللاعنف. لقد آمن بالدهارما أو قانون الكون، وآثر الصمت فيما يتعلق بوجود الإله، مع أنه لم ينكره رسميا، ومن الشخصيات الأساسية المسؤولة عن انتشار البوذية الإمبراطور أشوكا بعد حرب الكالينجا. حرب الكالينجا، حرب الكالينجا العظيمة قادها الإمبراطور أشوكا، والتي ربحها، والتي جرح أو قتل فيها الملايين أو أخذوا أسرى. وبمشاهدة العبث فيها والمذبح المروعة، أعلن الإمبراطور أشوكا أن الحرب كانت فعلا مذريا وكنهاية لملكه ولحياته، وقد اعتنق طريق الدهارما أو الواجب، وبالنتيجة أقام مقتبسات منقوشة على الصخر. اعتنق البوذية مبشرا بإيمانه الجديد، وهكذا حولها من كونها مجرد إيمان طائفي إلى واحدة من الديانات الرئيسية في العالم. لقد أرسل الرسل على امتداد جنوب غرب آسيا والصين لنشر تعاليم بوذا. هدفنا هو النيرفانا موكشا، بحيث ينتج عقلنا وجودا دوريا ونتحرر من ذلك الوجود الأرضي الدوري. ولكي نتحرر من الوجود الأرضي الدوري، علينا توظيف بعض الأشياء العملية والمستخدمة ضد الطبيعة. وعندما تدركها وتقبلها النيرفانا، لن يكون هناك وجود دوري، ولن يكون هناك إعادة ولادة. ومن ثم عليك معالجة مصادر إعادة الولادة الأساسية. هذه هي المشكلة الأساسية. في قائمة بوذا للفضائل الصداقة المتشعبة والصداقة الكونية، حيث أن كل فرد كارونا يشفق على الآخر، وأوديتا يفرح لسعادة الآخرين، وأوبيكشا يعامل الآخرين بشكل مساو، بحيث تحب كل فرد بغض النظر عن كونه مجاملا أم لا. يجب أن تحقق ومن خلال المعرفة الجادة جدا حالة، والتي لا تثيرك فيها رغبة بغيضة لأن تثأر. هل هناك أي حقيقة من وراء ما نراه؟ فإذا كانت هناك حقيقة، فهل أستطيع امتلاك هذه الحقيقة؟ وكيف؟ نجد في أدب أوبانيشاد سؤالا أعيد طرحه مرارا من قبل الملك وحتى الرجل السائل، وهو من أنا؟ ولن تكتفي ما لم تجد ذلك الجواب. وهكذا فإن البحث عن الذات يأخذك بعيدا عن عالم مريح جدا، ويأخذك في غابة، وكما لو أنك وكما تعلم متشوق لمعرفة من أنت. شجرة تين البنغال بظلها الهائل من الأغصان والأزهار والأوراق تعبد كأحدى المقدسات في الهند، وحقيقة كثيرا ما يرد ذكرها في الأوباناشيد الكتاب المقدس. وأوباناشيد
نفسها تعني أن تجلس قلب الجورجي لتتشرب الحكمة منها. وهكذا فإن ملامح شجرة توت البنغال وكما وردت في مقاطع من الأوبانيشاد يسأل الجورو تلميذه أن يجلب ثمار شجرة توت البنغال، فيقول التلميذ لقد جلبتها، فيقول الجورو اقسمها، لقد قسمتها، ماذا ترى؟ بذورا صغيرة جدا، يرد التلميذ، اكسر واحدة من البذور، لقد كسرتها، والآن ماذا ترى؟ لا أشاهد شيئا. يا بني، يوجد الجوهر في الأشياء التي لا تستطيع إدراكها، وفي ذلك الجوهر توجد شجرة التين البنغالي العظيمة هذه، وصدقني يا بني، في ذلك الجوهر يتواجد ذات كل مخلوق، إنها الحقيقة، إنها الذات. تات فام أسي، وهو أنك الفن. نظم طاقتك من خلال المانترا والبهارما وفي عملك، لأنها تظهر مدراس معين على أن جسمك يساهم فيها، قواك العقلية، فعقلك يشارك فيها، وكل هذه الأشياء معا ستصحي الطاقة التي تكمن بداخلك، وذلك منظم ومستخدم من أجل نفعك أو نفع الإنسانية. إن مذبح القداس مصمم على شكل هرم معكوس مماثل لمعابدنا هنا في الهند. تركز المعابد على الطاقة الكونية والتي تجمعها في بؤرة واحدة، أما الأهرامات والأضرحة فلها أيضا البنية ذاتها، وإذا ما عكسناها فسنحصل على شكل المذبح الأساسي والذي يساعد على توليد وتوزيع الطاقة الكونية. كل المخططات التانتريتية والتي ستشاهدها مصنوعة من منحنيات على شكل دائرة أو خطوط مستقيمة تمثل المندالة، عقلك اللاشعوري، وبالتالي فيها كل العوامل المثيرة للاشعور، وبالتالي فإنك تجلس أمام المندالة وهي ملونة ولتحتوي على زخارف فيها وعن طريق إضاءة، وتقوم بالترنيم وتتسبب في خلق محيط يتسبب في صحوة الطاقة الخامدة في داخلك. جسمنا البشري سبع مواضع، سبع مواقع ذكية حيث تتجمع الطاقة، وحيث تتجمع الطاقة في مركزها الأساسي تسمى مولاد هارما، ومولاد هارما هي مبدأ الصلابة، وبالتالي وكما قلت تمثل الصلابة بالمربع، وهو مكان الكونداليني، الطاقة الخامدة في داخل كل فرد منا، وهي هناك فينا، وهي خامدة في المولاند هارما، وعندما تقوم بعمل سادهانا فإن الأجني سيصحو بلطف. هذه ذاتي بداخل القلب، هذه ذاتي بداخل القلب، أصغر من حبة الرز، من حبة الشعير،
ومن بذرة الخردل من حبة الدخن أو من نواة من حبة الدخن. هذه ذاتي بداخل القلب أكبر من الأرض وأكبر من الغلاف الجوي وأعظم من السماء، أعظم من هذا العالم. يحتوي جميع الأعمال ويحتوي جميع الرغبات ويحتوي جميع الروائح، جميع النكهات، ويشتمل كل هذا العالم بدون كلام بدون اهتمام. هذه نفس ذاتي بداخل القلب، هذا هو برهمن، وبداخله سأدخل عالما برحيلي بعد حين. أظهرت الحضارة الهندية قدرة عظيمة على استيعاب المعتقدات والأفكار والثقافات الجديدة. مجيء الإسلام بفكرة المؤاخاة بين الناس ووحدانية الإله واستسلام الإنسان لرغبة الإله والنظرة اللاطقوسية للدين أثرت تأثيرا عظيما على المفكرين والمصلحين الهنود. أظهر التبادل المستمر للأفكار حركات مشهورة في التصوف والبهاكتي. التأكيد الصوفي على الحب والمساواة بين كل البشر والإخاء الكوني كان مشابها للفلسفة الفيدانتاوية، والتي تقول بأن الأرواح الفردية هي مظاهر من الروح العليا أو الإله وتندمج في النهاية فيها. وفي مأثرة الإنجاز الهندي الروحي هناك العديد من الجدائر المتغايرة والملحوظة والمؤلفة للثقافة المركبة. وللتو، هل تعلم بأن التقليد الصوفي الروحاني المتعمق لا يؤمنون بالفعل بالإله، مع أنها على تواصل عظيم مع تقليد البهاكتي والذي ينادي بالاعتراف التام الكامل على الأغلب بالإله؟ تعتقد
طائفة الباولز أن الإله موجود بين الناس المختلفين والمتنوعين، ولهذا فهم يتنقلون من مكان إلى آخر مقابلين العديد من الناس لكي يرزقوا برؤية الإله نفسه. يتجول الباولز كمغنين متسولين يعبرون حبهم للإله من خلال أغانيهم التعبدية. يمثل الصوفيون مفهوما واحدا من الإسلام، وبشكل ظاهر لغاتنا وبالطبع أدبنا في البهاكتي تلك الكمية الهائلة من خذ وهات، والتي تحدث دائما عندما يدخل الآخرين في حياتنا فيصبحون جزءا من نفسيتنا. وهكذا يؤثر الصوفيون علينا في طريقة غنائنا، والباولز كمثال أو الكبير هو مثال عظيم وسام لكلا التقليدين في التركيب العظيم للتعبير الكوني. متطلبات الحب البسيطة، الحب النظيف واللا مزاحمة، مصطحبة بنوعية شافية وقوية بشكل هائل من الموسيقى التعبدية، تمتلك مناصرة واسعة الانتشار من أشخاص من كل الأديان والطوائف. مزارات الأولياء الشهيرة تعطي مجالا للناس للتواصل مع الإله بشكل صريح وشخصي وبدون أي تدخل أو تواصل خارجي. يا علي مظهر آيات تجھے جان گئے يا علي مظهر آيات تجھے جان گئے حد سے گزرے تو نصیری بھی خدا مان گئے حد سے گزرے تو نصیری بھی خدا مان گئے ما الذي يربط الباطنية الصوفية العظيمة وشاعر مثل عامر خسرو مع باطنية أخرى مثل توكارام أو كبير؟ أظن أن الجواب هو الحب، الحب الكوني والحب غير المحدود ومحرر، الحب الذي يصل قلبا بالآخر. نعم كيسي هونتا پتلت پامن نام کیسے ہونتا تو ہی موہے موہے تو ہی موہے موہے تو ہی انتر کیسا کنک کٹک جل تنگ جیسا कनक कटक जल तरंग जैसा तू ही मोहे मोहे तू ही मोहे मोहे तू ही جوگ بنیا تیرا
कीर्तन गाई जोग बन गया المعبد الذهبي في أمرتسار بنجاب هو مركز هام لديانة السيخ، وكلمة سيخ تعني الحواري، وهم التابعين لتعاليم غورو ناناك الباطني العظيم والولي في القرن 15. آمن بأن الإله واحد بدون شكل وفوق الوصف، لقد وعظ إلى الإخاء العام بين الناس. قدمت المسيحية إلى الهند في البداية بوقت مبكر في القرن الثاني الميلادي، وقد وجدت مكانها الخاص في قلوب وعقول الناس. لقد فخرت الهند بروح الإنسان الفلسفية والدينية بغض النظر عن مصدرها. لقد توهجت كل الأديان والمعتقدات بعدل عمليا، وما تزال لا تعالج الديانة الفيدية فقط الأمور التجريدية الكونية، فهي تعالج أيضا أمور الحياة اليومية والمشاكل الأخلاقية والآداب والسياسة والأفعال. وللتو في ملحمة مهابهارتا العظيمة يمكنك مشاهدة حوادث ممتعة جدا من ملحمة المهابهارتا مع الجمود الموجود هنا. توقف أرجون في منتصف معركة الكورو كشيترا ولم يستطع المتابعة، لأنه فجأة تعجب كيف يسبح أرواح إخوته والذين من دمه. وهنا يتقدم الإله كريشنا للأمام ويقول له: انظر يا صاحبي، هذا ما يتوجب عليك معرفته، وما يقوله يسن بالفعل جوهر حكمة الهند الروحية. ليس هناك أي شيء في العوالم الثلاثة، آهن يا أرجونا، كان علي فعل ذلك، فليس هناك أي شيء ليحرز ولم يحرز بعد، والآن إنني أشغل نفسي في الفعل. افعل واجبك دائما بدقة وبدون معوقات، فبفعل العمل بدون معوقات يصل الإنسان إلى القمة. الروحانية في العقل الهندي وجه لنفسه بشكل كبير الجدية هذا السؤال بشكل حسن جدا، وقد وجهت أيضا بهاغواد جيتا هذا السؤال، لأن أرجون يعاني من القلق فهو مليء بالشوكة، وهو بالطبع بهايا بيتا،
ولا يريد أن يتصرف تماما مثله، وكما تعلم الشخص العابس الذي يجلس في الزاوية ويقول لا أريد القيام بعملي، ويقول كريشنا انظر أنت تعرف أنه من المهم أن تعمل ما يتوقع منك عمله. هذه الذات داخل جسم طبيعة الضوء والصفاء، يمكن إحرازها بالصدق والبساطة والمعرفة الصحيحة والتطبيق الثابت للطهارة. إنهم الزهاد وبشوائبهم المزالة يلاحظون، لا يمكن التوصل لهذه الذات بالتكريس ولا بطاقة فكرية ولا حتى خلال الإصغاء الكثير. يمكن التوصل إليها بذلك الشخص الذي تختاره الذات، ولمثل ذلك الشخص توحي الذات عن طبيعتها. هو يقول أيها الأب علمني، وهو يقول أيها الابن هناك ترى الشجرة منبوذة من الحياة، فيموت الغصين منبوذة من الحياة، فالفرع من الشجرة يموت أيضا منبوذة من الحياة، فتموت الشجرة نفسها ولكن لا تموت الحياة. ذلك هو الذي لا يموت، وذلك يشمل هذه جميعا، وهو يشملك أيضا. هذه هي الحقيقة. تتفام أسي سفيت كيتو. لفظة أوم هو المقدمة، وذات الشخص في الواقع هي السهم، ويمثل برهمن الهدف لذلك. علينا إصابتها بدون أي خطأ، وبالتالي يصبح الفرد متحدا معها كما السهم يتحد مع الهدف. تعتبر أوم اللفظة الافتتاحية، ليس للتابعين الهندوس فحسب بل للتابعين البوذيين والجين أيضا. إنها تعتبر اللفظة الافتتاحية والصوت الذي يأتي منه الكون نفسه إلى الوجود، وهي مرتبطة أيضا، أي الثلاث لفظات التي تكون اللفظة أوم هي مرتبطة بثلاث مستويات من الوعي. وأوم عندما يتم ترنيمها يمكن رؤيتها على أنها رحلة داخلية إلى المستوى الأعمق من الوعي. إنها صلاة جميلة، وليست كمثل قولي يا إلهي أعطني الثروة، أو يا إلهي أعطني المال، أو يا إلهي هبني زوجة جميلة. فهي تقول نورني، وهل من أفضل من هذا يمكن أن تقول؟ في تمرين اليوغا هي تساعد الجسم النفسي ليصبح إيجابيا بشكل ديناميكي، وليواجه توتر وضغط العالم لعدم وجود تراكمات وانغلاقات في النظام، لأنه حفرة بدون قاع. وكما قلت، من الجوهر الداخلي للكائن إلى الخارجي هناك تأمل مروع، بحيث نلقي خارجا اللاصفاء الذهني واللاصفاء الجسدي. وبهذه الطريقة جذبت اليوغا ملايين الناس من كل أنحاء العالم. تعلمك اليوغا كيف تكون هادئا، فقط استرح وأغمض عينيك. إنها تعلمك كيف تغمض عينيك. وقد وجدنا في حضارتي موهنجو دارو وهارابان، وكما تعلم رهبان جالسين والذين كانوا في وضعية التأمل، والذي يدل على أن التدريب على ديانة هو قديم جدا في العقل الهندي. के चढ़ई बे मैया।
जाइबे गले हार हो जय गंगा महारानी। بين كل مراكز الحج وأماكن التعبد، فارانسي في الهند الشمالية وعلى ضفاف نهر الجانجا المقدس، يتضح التجسيد الفيزيائي والرمز الجلي للمجال الديني والفلسفي والروحاني الهندي. إنها الجسر بين العالم الحاضر والتالي. إن تموت في فانراسي كما يعتقد الهندوس الورعين، ستكتسب مغفرة فورية وتتحرر من الدورة الأزلية للولادة والموت. وحقيقة إن فانراسي هي بآن واحد بداية وموت الدهارما، طريق تقويم الهند الأبدي. Thank you.